الجولة الأولى من دور المجموعات أكيد أن فريق الرجاء بدأ المقابلة بشكل قوي. 15 دقيقة الأولى كانت مثالية، أهدر يعني فرص عديدة للتسجيل، أكيد خانه التركيز والهدوء في إنهاء الهجمة. أكيد بأن الفريق الخصم هو من كبار إفريقيا، فريق ترجي التونسي، أكيد بأن يعني لا شيء حسم. 5 مقابلات متبقية لفريق الرجاء، أظهر ما مر بأنه قادر على رفع التحدي. We'll be right back.